حطيناها في التقرير كانت تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، بدءا من حقوق الفرد منذ لحظة القبض عليه. للأسف التشريع الأردني قصر في حماية الشخص المتهم في ضمن منظومة العدالة الجزائية، بدءا بأنه لم يكفل حق الصمت، لم يكفل حق معرفة التهمة عند إلقاء القبض، لم يكفل حق الاستعانة بمحامي، وهذه كلها ضمانات أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة، والتي برأينا هي أساسية لحتى صون منظومة العدالة ذات نفسها. فالتوصية اللي تقدمنا فيها من خلال تحالف إنسان كانت بضرورة أن يتم تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية والنص على حق الشخص بالاستعانة بمحامي منذ لحظة القبض. في دراسة أجريت خلال هذا العام وجدت أنه نسبة عالية من الأشخاص لا يكون موكلين بمحامي خلال القضايا الجزائية، وأكثر من 99% ما عندهم محامي عند المركز الأمني. التوصية الأخرى اللي إحنا تقدمنا فيها تتعلق بضرورة إنشاء منظومة للمساعدة القانونية، بمعنى أنه نكفل حق أنه الشخص الفقير يتساوى مع الشخص المقتدر أمام القضاء بأنه يكون له محامي مثله على نفقة الدولة أو بتنظيم من قبل الدولة وفق الإمكانيات. هذا الحق الآن غير محمي. رح أختصر، في توصيات أخرى بتمنى أنكم تطلعوا عليها تتعلق في موضوع قانون الأحداث الذي إن شاء الله سيقر، لكن إحنا أوصينا بأنه ضرورة حماية حقوق الأحداث، رفع سن المساءلة الجزائية من 7 سنين ل 12 سنة، إقرار حق المساعدة القانونية للأحداث ومعالجة تضارب المصالح ما بين الحدث وولي الأمر. هناك كثير من التوصيات المهمة تتعلق بموضوع التعذيب وحماية الشخص من التعذيب أو من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة. حاليا رغم وجود نص في الدستور الأردني على يجرم التعذيب، إلا أن النص في قانون العقوبات لا يرقى لا التزامات الأردن الدولية ولا لمستوى طموحنا كمواطنين أردنيين ولا كمؤسسات مجتمع مدني. يجب أن يتحول إلى جناية ويعاقب عليها بأقصى، لأن هي التعذيب هو جريمة أقصى حتى من القتل، فيجب أن تكون العقوبة لائقة. حاليا هي تعتبر جنحة يعاقب عليها الحد الأقصى 3 سنوات، وأيضا يمكن أن تسقط في العفو العام مثلا. هذا يتنافى مع التزامات الأردن الدولية. وأيضا هناك، لن أطيل، أرجو الاطلاع على التقرير. حكينا من بداية للناس اللي ما كانوا موجودين، نتمنى تكونوا معنا في 24/10 في موضوع أثناء الاستعراض الدوري الشامل. في طالع الأستاذ محمد شمة موجود، اللي قاعد على يسارك ومغطرش هو، عرفت علي؟ ولا، وفي يعني كنا بنتمنى يكون في موازنة حقيقة، عرفت علي؟ بس أي حدا عنده رغبة وإحنا مستعدين نساعد في الموضوع اللوجستي في قضية السفر وكذا. ب24 شهر حيكون الاستعراض، وبالتالي حيكون زي ما حكينا في بث مباشر من جنيف، وحنكون عاملين زي غرفة عمليات في عمان، وحيكون في سايد إيفنت رح يتعمله مؤسسات المجتمع المدني. النقطة اللي أنا حاب أعرضها كمان في دقيقتين اللي هي موضوع الإعلام، وأنتوا جميعا اللي حاضرين أعزاء وأصدقاء من الإعلام، إحنا عندنا مشكلة واضحة جدا، أن التشريع يستخدم في الأردن للقمع، فإذا إن قمع بقوة القانون. هذا عنوان التقرير اللي أصدره مركز حماية حرية الصحفيين عن حالة الحريات الإعلامية في عام 2012. فابتداء هذا القانون، القوانين لا تنسجم لا مع الدستور ولا مع المعاهدات الدول المعاهدات والمواثيق التي صادق عليها الأردن. النقطة في موضوع التشريع، اطلعوا على النموذج الفج بإقرار قانون المطبوعات والنشر المعدل، وكيف أصبح أداء لوائد حوالي 398 موقع، وكيف أنه هذا القانون يستخدم في اللحظة التي يريده على الجميع، حتى لو كانت مواقع دولية
مش داخل الأردن أو خارج الأردن. الموضوع الثاني الانتهاكات الجسيمة التي تقع على الإعلاميين، وإذا لاحظتم من بدء الربيع العربي من 2010 أنه الظاهرة التي لم تكن موجودة في الأردن أصبحت موجودة، اللي هي الاعتداء البدني. إحنا في عنا أشكال كبيرة ومتعددة من الانتهاكات الواقع على الصحفيين، مثل حجب المعلومات رغم وجود قانون لضمان حق الوصول للمعلومات لكنه غير نافذ وغير مطبق. لكن هناك أشكال جديدة بدأت تبرز، أهمها ظاهرة الاعتداء البدني وقضية تزايد الإحالة لمحكمة أمن الدولة في الموضوع. إذن الموضوع الانتهاكات اللي بدي أحكيه أنه مس في 2011 في ثلاث يعني أحداث عامة زي ساحة النخيل والمفرق ودوار الداخلية، حوالي أكثر من 100 صحفي. هذا بجرنا للنقطة الثالثة اللي هي الإفلات من العقاب. نحن قلنا أنه هناك إفلات من العقاب، لا توجد مساءلة، لا توجد محاسبة. وأريد أن أذكر بأن الدولة الحكومة الأردنية أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق، كان لدينا عليها تحفظات في ساحة النخيل لأنه اللي بيحققوا هم الأمن نفسهم وليست لجنة مستقلة. ولم أعلنوا تقرير مبدئي لما زاروا نقابة الصحفيين إذا بتتذكروا، وبعد ذلك ما عرفنا شو صار، في مين حبسوا مين، جرموا مين. هلأ بيحكونا في الاجتماع تاع الحكومة قبل شوي انه يا عمي صدرت احكام بحق ضباط وكذا في طب ما حد ما بيعرف، كيف نعرف احنا عشان نقيم شو الموضوع؟ ولذلك ثلاث حلقات اساسية: استخدام التشريع لتقييد الحريات، اثنين الانتهاكات كل اشكال الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة اللي على رأسها، ثلاثة الإفلات من العقاب. هذا هو حال الحريات الإعلامية، وأعتقد أنه ينطبق إلى حد كبير على حرية التعبير، لأنه الآن قصة الإحالات لمحكمة أمن الدولة واللي بيصير قاعد زي قصة الواتس أب، اللي هي أنك أنت هذا الواتس أب هو عبارة عن رسالة شخصية مني إلك، ليست والمحامين يزبطوني ليست من وسائل العلنية. كيف أنت بتاخذ واحد على موضوع بعدها إذا كنت تأخذوا الناس على الواتساب والفايبر والتانجو والهذا كنت تحبس الشعب الأردني زي ما كتبت مبارح في الجريدة، تحبس الشعب الأردني لأنه كل الشعب الأردني بيشتم الحكومة وبنتقدها والدول الصديقة والشقيقة والمجاورة وإلى آخره. إذن هذا بيعتبروه في برايفسي، في خصوصية، أنا ببعث لك رسالة مش طالع على ظهر منبر وقاعد بهتف إلى آخره.